بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة هشرح أمر مهم من الأوامر الموجودة في الأوتوكاد. هشرح إزاي إن إحنا نعمل امبورت لفايل بي دي اف على برنامج الأوتوكاد. أول حاجة لازم إن أنا أعرفها إن الفايل لازم يكون خارج من برنامج الأوتوكاد نفسه. يعني أنا عندي فايل عاملاه على الأوتوكاد وعملت له اكسبورت بي دي اف. طب انا بعمله ازاي اكسبورت بي دي اف؟ انا عندي مثلا البلان اللي احنا شايفينه ده، انا عايزه احول الفايل ده لبي دي اف، فبعمل ايه؟ بروح على فايل من هنا واجي اقول له بلوت اللي هي الطباعه، كويس، وبدوس عليها بالشكل ده، واجي هنا من السهم ده بدوس على دي دبليو جي 2 بي دي اف اللي هي هنا دي، كويس، اهي هي دي اللي انا بختارها عشان احول الفايل لبي دي اف، وباجي عند ديسبلاي هنا بفتح السهم واقول له ويندو واختار الرسمه بتاعتي، انا اخترتها بالشكل ده كده خلاص، وباجي بعد كده بقول له بريفيو، بيوريها لي هتبقى شكلها بي دي اف بالشكل ده مثلا، لو انا عايزه اغيرها بغيرها، باجي بقفل من هنا كلوز خلاص، وباجي اقول له اوكي. بعد ما بقول له اوكي بيقول لي احط الملف البي دي اف فين، فانا هاجي احطه في اي مكان على جهاز الكمبيوتر او المكان اللي انا عايزاه على جهاز الكمبيوتر بسيفه عليه. يبقى احنا كده عرفنا ازاي ان احنا بنخرج ملف من الاوتوكاد لبي دي اف. طيب انا هقول له كانسل اللي انا عاملاه قبل كده اهو. لو انا عايزه ارجع الفايل ده تاني للاوتوكاد، انا هفتح فايل جديد بالشكل ده كده، واجي هنا اقول له انزرت، وعندي هنا بي دي اف امبورت، بدوس عليها. افتح لي اكتر من امر، انا عايزه بس الامر الاولاني اللي هو بي دي اف امبورت، واختار، اجي هنا اهو اختار الفايل بتاعي انا حاطاه فين اهو بي دي اف الفولدر، ادي الفايل اللي انا نقلته بي دي اف او انا سيفته بي دي اف، هو زي ما احنا شايفين اهو بي دي اف. طيب وهاجي اقول له اوبن، هنا بقى هيفتح لي عده اختيارات. الاختيارات دي انا هنتكلم على اهم الاختيارات اللي موجوده عندنا هنا. اول حاجه السكيل، عندي السكيل 1 روتيشن 0 كويس، وهاجي هنا بيقول لي داتا بي دي اف داتا تو امبورت، ايه هي الداتا اللي انا عايزه اعمل لها امبورت؟ ففي الجيومتري، في السوليد فايلز، وفي ترو تايب تكست كويس، وفي راستر ايمج. طيب هو هنا عامل لي صح على الحاجات دي، انا لو عندي صوره في الملف بتاعي بدوس على راستر ايمج، يبقى امتى بدوس عليها؟ لو انا في صوره متضافه على الملف بتاعي وانا عايزه اضيفها هنا فبدوس على راستر ايمج. هنا اللايرز في الغالب بنستخدم يوز بي دي اف لايرز اللي هو ينزل لي كل اللايرز اللي موجوده مع الفايل كويس، في كرييت اوبجكت لايرز وفي كارنت لاير لو الكارنت بس اللي هي هنفتح عليها، احنا بنستخدم دي على اساس ان احنا ننزل كل اللايرز للملف اللي عندي. في اوبشن بتبقى زياده اللي هي موجوده هنا، انا هخلي صح على اللي هو عامل لي عليهم هنا، في عندي هنا كونفرت سوليد فايلز تو هاتشز لو انا عايزه اعملها، في امبورت از بلوك لو عندي بلوكات فانا برضو بضيف البلوكات. يبقى احنا كده اخترنا اللي احنا عايزين نضيفه للفايل. بعد ما بخلص خالص هقول له اوكي، اهي اتضاف لي الفايل عندي. طيب انا لو رجعت على هوم هنا هاجي اشوف اللايرز، اللايرز عندي اتضافت كلها بالشكل ده، لان انا طبعا هنا فاتحه فايل فاضي فما كانش فيه لايرز، لكن هنا اهو اللايرز اتضافت كلها بالنسبه للفايل اللي عندي، واتضافت دايمنشن مظبوط وكل حاجه مظبوطه. الدرس بسيط جدا لكن مهم جدا ان احنا نعرفه، وزي ما انا قلت لازم ان انا اكون مخرجه الفايل بتاعي بي دي اف من برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصل كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.